أولا لا أعتقد ذلك، ولكن إذا حدثت هذه الحادثة أعتقد سوف يختل النصار، وبالتالي إذا اختل النصار لأنه قطعا سوف ينسحب تحالف الشادة، وتحالف الشادة عدد كبير 60 مقعد، وبالتالي هذا 60 مقعد عندما ينسحب جزءا أو كلا سوف يخل بالنصاب، وإذا خل بالنصاب سوف نعود للمربع الأول يعني ما قبل انسحاب التيار الصدري. أعتقد لا نصل إلى هذه المرحلة، لأنه هذا هو الاتفاق تم يعني على مدى هاي الشهرين الأخيرين عفوا، كان هناك يعني بناء بطيء لهذا الاتفاق، وتم بناءه بشكل رصين وكبير تحت إشراف الأمم المتحدة وتحت إشراف يعني المجتمع الدولي وتحت الولايات المتحدة الأمريكية. إذا عملية التراجع أو عملية الإخلال بهذا الوضع أعتقد سوف يكون يعني يرد بمواجهة عاصفة وقوية من قبل المجلس الأمن الدولي، الذي يعني أعطى رسائل قوية جدا إلى القوى السياسية، عليكم أن تستمروا بالعملية السياسية، وتحديدا في هذه المرحلة بحاجة إلى حكومة قوية.